وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. نزولا عند رغبة العديد من المشتركين، اليوم حندير فيديو خاص في اللغة الفرنسية، لا فراز ديكلاراتيف لا فورم نيجاتيف. وقتاش نحطو نو با، وقتاش نحطو نو ريان، وقتاش نحطو نو بيرسون، وقتاش نحطو نو بلو. كل هذه الأسئلة الجواب تاعها في هذا الفيديو. لكن قبل ما نجاوبكم على هذا السؤال، رايح نجاوب سؤال يطرحه عليا بزاف مشتركين، واللي هي أستاذة كيفاش حليتي قناة اليوتيوب تاعك، أستاذة كيفاش ربطتيها مع الأدسنس، أستاذة كيفاش راكي ديري تركيب الفيديوهات يعني المونتاج باللغة الفرنسية. رايح نجاوبكم على هذا الأسئلة، لكن من خلال هذه القناة. تبعوا معي هذه القناة اللي فيها الفيديوهات اللي ترافقكم خطوة خطوة باش تحلوا قناة تاعكم وتربطوها مع الأدسنس، وكيفاش تديروا الفيديوهات تاعكم باش تنشروها على اليوتيوب كما ندير أنا. لاحظوا معايا هاد القناة وشوفوا معايا هاد الفيديوهات. اسم القناة إي بحري تك. يعني في الحقيقة هاد القناة فيها فيديوهات تشرح كل ما يخص التكنولوجيا. تروحوا لهنا في الفيديوهات تلقوا عدة فيديوهات يعني تعالج مشكل التكنولوجيا، سواء كان في الهواتف أو في أي حاجة تخص التكنولوجيا. لكن الأهم من كل هذا، شوفوا معايا هاد الفيديو. هاد هنا عندنا هاد الفيديو. في هاد الفيديو راح يوري لكم، لاحظوا هنايا كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب 2021، معناتها الطريقة الأخيرة كامل، لأنه تعرفوا أنه اليوتيوب فيه تحديثات كذلك للمبتدئين، ويزيد يوريكم كيفاش تربطوها مع الأدسنس خطوة خطوة. مفهوم هذا الفيديو؟ راح نديرو شويه منه. كيفاش ربطيها مع الأدسنس؟ ابقوا معي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احبائي. حيوريكم خطوه خطوه هنايا، انا ندير لكم كل الفيديو. ادخلوا للقناه ديروا اشتراك وتبعوا الفيديو تاعو. لاحظوا ايضا خلاص بعد ما تعلمتوا تحلوا قناه وربطتوها مع الأدسنس، الان حلوا مشكل الفيديوهات اللي تقدموا فيها الدرس تاعكم ولا المحتوى تاعكم اللي حابين ديروه باش تحطوه في اليوتيوب. كاين هذا الفيديو، لاحظوا معايا فيديو رائع. هذا الفيديو يعلم لكم كيفاش ديروا مونتاج تاع الفيديوهات تاعكم في اقل من 5 دقائق. كامتازيا تعلم اساسيات المونتاج ببرمجيات كامتازيا، بالإضافة إلى عدة فيديوهات أخرى. يعني إذا بقى عندكم تساؤل آخر، ابحثوا ضمن فيديوهات هذه القناة أكيد راح تلقاو الإجابة. وإذا ما لقيتوش الإجابة، لو تديروا له تعليق في أحد منشوراته أكيد راح يجاوبكم صاحب هذه القناة، لأنه يعمل بجد في قناته. أنا حنخلي لكم رابط القناة في صندوق الوصف، اشتركوا بها ولن تندموا بإذن الله. الآن نجيب على السؤال تاع الفيديو اللي هو متى نضع نو با، نو بلو، نو ريان، نو جامي الى اخره. تابعوا معي الدرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد في اللغه الفرنسيه اولى متوسط، سلسله مراجعه في دقائق. المراجعه الثانيه غرامير لا فراز ديكلاراتيف. دي لا فراز ديكلاراتيف ال سيغ كوا، الهدف تاعها وشنو، العمل تاعها وشنو هو. نستعملوها بوغ دوني اون انفورماسيون، باش نمدو معلومه، و بيان دوني اون اوبينيون، معناها نمد راي، و انونسي ان في، او نقول او اعلم بوقوع حدث ما. مفهوم؟ هذه هي المهمه تاع لا فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف هي نوع من انواع الجمله. الجمله عندنا عدة أنواع، عندنا لفخاز ديكلاراتيف، عندنا لفخاز انتروغاتيف معناتها الجملة الاستفهامية، عندنا اكسكلاماتيف تعجبية، وعندنا امبيراتيف الجملة اللي فيها أمر. دونك هي هذا سيتان تيب، ان تيب دو فراز. كي يقولوا لي سي كوا لو تيب دو فراز، نقول هذه سي اون فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف تبدا دائما دائما تبدا افيك اون ماجيسكول وتنتهي بنقطة. مفهوم؟ تبدأ بك اون ماجيسكول وتنتهي بنقطة. لا فراز ديكلاراتيف تقدر تكون إما أفيرماتيف إما نيجاتيف. أي جملة، أي تيب دو فراز، يعني إما ديكلاراتيف ولا انتيروغاتيف ولا إكسكلاماتيف، أي نوع من أنواع الجمل راح يكون عندها دو فورم، زوج أشكال، إما الشكل المثبت إما الشكل المنفي. أفيرماتيف نعم،
ونيجاتيف تاع لا مفهوم. دونك عندنا دو فورم، عندنا لا فراز ديكلاراتيف افيرماتيف اللي ما فيهاش لو غروب دو نيغاسيون، ما فيهاش نو با، ما فيهاش نو بلو، نو جامي، نو ريان، نو بيرسون، نو غير، ما فيهاش نو هذه تاع لا نيغاسيون. واما عندي لا فراز ديكلاراتيف نيجاتيف، راح تكون اما هذه يا اما هذه، ما كاش حل ثالث. اذا لقيت باللي لا فراز تاعي راهي ديكلاراتيف راح نصيبها اما افيرماتيف اما نيجاتيف. اذا المهم انه لا فراز تاعنا ديكلاراتيف نقدروا نروحوا من فورم، من شكل الى شكل بكل سهوله. كيف ذلك؟ اذا كانت عندي لا فراز ديكلاراتيف افيرماتيف نزيد لها اما نو با، اما نو بلو، اما ن جامي، ن ريان، ن بيرسون، هادو هما اللي حتقراهم في هاد الوحده، في هاد لا سيكونس. راح تعطيني فراز ديكلاراتيف نيجاتيف، لاحظوا معايا فراز ديكلاراتيف افيرماتيف زائد لي غروب دو نيغاسيون هادي تعطيني ديكلاراتيف نيجاتيف، او بطريقه عكسيه لا فراز نيجاتيف ديكلاراتيف نيجاتيف ناقص نحولها لا نيغاسيون تعطيني ديكلاراتيف افيرماتيف. يعني نروحو هك ولا نعاودو نولو بهاد الطريقة. الآن هنا عندي نو با، واش حنحط في الوسط هنايا؟ هنا في الوسط راح يكون عندي ان فيرب، عندي نو ومن بعد عندي هنا ان فيرب ومن بعد عندي با، عندي نو في الوسط عندي ان فيرب وعندي بلو، نو ان فيرب جامي، نو ان فيرب ريان، نو ان فيرب personne. معناها لو غروب دو نيغاسيون هادي يلونكادر لو فيرب، معناتها يحاصر الفعل تاعي، الفعل تجي في الوسط من جهه نو ومن جهه با ولا بلو ولا وحده منهم، مفهوم. وقتاش نحطو نو با؟ وقتاش نحطو نو بلو؟ وقتاش نحطو جامي ريان بيرسون؟ تابعوا معايا هاد الجدول، لاحظوا معايا هاد الجدول. عندي هنا دان كوتي la forme affirmative عند دي فراز، سي دي فراز ديكلاراتيف لا فورم تاعها affirmative، جمل مثبته اخباريه مثبته. و لوتر كوتي فورم نيجاتيف، معناها هاد الجمل راح نحولها الى لا فورم نيجاتيف، معناها راح نزيد لها لو غروب دو نيغاسيون، هاد غروب دو مو هذاك تاع نو با ولا نو بلو. ان كومون شوازير، كيفاش حنخير واش من نو با ولا واش من نيغاسيون اللي حنحطها؟ راح يكون عندي مؤشرات. لاحظوا معايا هنا في هذه الجمله الاولى، مثلا الجمله الاولى راهي جمله سامبل، سي اون فراس ما فيها ولا ديتاي يلفت انتباهي، il parle beaucoup ما لفت انتباهي ولا شيء. لهنا راح نحدد، انا اول شيء نديرو نحدد لو فيرب ديالي اللي هو parle، هذا هو لو فيرب تاعي. من بعد واش ندير؟ نعاود نكتب الجمله il، ومن بعد هنا ندير قبل نو حنحاصر الفعل تاعي ونكتب بارل ونكتب با، ما كاين حتى، ما عندها حتى ميزه الجمله تاعي. دونك نكتب نو با بوكو، دونك il parle beaucoup il ne parle pas beaucoup. نروحوا الجمله اللي موراها، les enfants ام لير، حتى هذه ما عندها حتى كلمه تلفت انتباهي. لي زونفون ام لير، لي زونفون نيم با لير. مي واش عندي في لو فيرب تاعي؟ كنحددو، لاحظوا لو فيرب تاعي نشوف انه يبدا افيك اون فوايل، كي يبدا افيك اون فوايل هنا كاينه ميزه اللي هي كي نكتب مي زونفون ما نكتبش نو، هنا ما نكتبش نو، لازم نكتب ان ابوستروف ونكتب الفعل تاعي نم، ومن بعد نكتب با ونكتب لير، نيم با لير، وما ننساش لو بوين. الجمله الثالثه هنا راح يبداو لي سبيسيفيكاسيون، tu manges toujours des bonbons. لو كان قلت tu manges des bonbons هنا نكتب tu ne manges pas des bonbons، مي عندي كلمه لفتت انتباهي اللي هي toujours، نديرها زوج خطوط هكا باش نميزها على الفعل. هذه توجور تلفت انتباهي، توجور هذه معناتها دائما دائما، العكس تاع دائما
ابدا معناتها جامي. دونك لهنايا tu ne manges jamais, ما نحطش با لهنا لانه لهنايا لازم ندير العكس. دونك واش نكتب؟ نكتب هاي لك الجمله تاعي tu manges toujours. نورمالمون هنا كاينه toujours. دونك هذا هو الفعل تاعي, هذا سي لو فيرب. دونك جو في انكادري لو فيرب par la négation tu ne, هنحصرو من جهه الثانيه نكتب jamais في بلاصه toujours, لانه عكس تاع toujours هي jamais. tu ne manges jamais des bonbons. نروحو الى الجمله اللي بعدها j'ai tout compris, ou là j'ai compris une chose. دونك الجمله الاولانيه اثار انتباهي تو, الفعل هو avoir, هذا هو اي j'ai d'accord. دونك تو معناتها كل شيء, كل شيء العكس تاعو ولا شيء معناتها rien d'accord. دونك لهنا كي نشوف تو ولا نشوف une chose شيء, هادو معناها انه في لا نيغاسيون نكتب rien. دونك الجمله راح تكون بهذا الشكل. هنا المفروض يكون عندي j'ai وهنا عندي tout compris. دونك تو هادي حنحولها, وهنا هذا هو الفعل تاعي لو فيرب avoir. دونك بويسك هنا يبدا avec une voyelle ندير ان ابوستروف, je n'ai rien في بلاصه تو ندير rien. je n'ai rien compris, ما فهمت ولا شيء, وانا نتمنى راكو تفهموا كل شيء مفهوم. دونك لهنا j'ai tout compris, je n'ai rien compris, j'ai compris une chose, فهمت حاجه. هنا je n'ai rien compris, ما فهمت ولا حاجه ولا شيء مفهوم. نروحوا الى اخر مثال هنايا, لاحظوا il connaît tout le monde, يعرف كل الاشخاص. il connaît une personne, يعرف شخص. il connaît quelqu'un, كل الاحوال انا نتحدثوا على اشخاص personne, معناتها لهنايا في لا نيغاسيون نكتب personne. ممتاز. دونك الكلمات التي اثارت انتباهي tout le monde, ولا une personne, سطر عليهم زوج خطوط, ولا quelqu'un, هادو كامل يعينون الاشخاص. الفعل تاعي هو كوني, لو فيرب كونيتر, هذا هو الفعل تاعي. هذا هو حنحصرو من جهه نحط نو ومن جهه نحط بيرسون لاني نتحدث على الاشخاص. دونك il ne connaît personne, ما نساوش النقطه تاعنا. نتمنى تكون المعلومه توضحت, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.